إذن صباح الخير مشاهدي قناة شوف تي في الكرام. كنتواجد معكم مباشرة من جماعة مرس الخير. دورة جماعة مرس الخير. الجلسة غير مفتوحة للعموم، فجأة الرئيس قرر أنه يغلق الجلسة بدون سابق إنذار. المفروض أن الجلسة من غادي تكون مغلقة كيكون واحد البلاغ كينزل كيتعلق أو تعلم سويعات قبل انطلاق الجلسة أو قبل انطلاق الدورة. الرئيس فجأة قرر أنه يغلق الجلسة. نقاش حاد بين الرئيس والأعضاء. شنو ما الداعي الذي سوف يجعل الرئيس يقرر أنه يغلق الجلسة؟ طبعا هذا حق مشروع ليه، حتى حد ما يقدر يتكلم فيه. هذا حق مشروع يكفل له الدستور، يكفل له ذلك. إنما من حق الإعلام ومن حق المواطنين يعرفوا ماذا يقع عند مناقشة الميزانية، خصوصا في خضم المشاكل الكثيرة اللي كتعاني منها جماعة مرس الخير. هذه الجماعة الغنية البسيطة، جماعة مرس الخير للوهلة الأولى غتدخل غادي تظن راسك بأنك في بادية في أحدى القرى المهجورة، الزبال من على الناصية حاشا وجهكم المشاهدين، الحمير والبغال مازال كاينين في المدينه، الازبال منتشرين بشكل كبير. خلوني نقول بان السلطات ورجال الدرك كيقوموا بمهام غير مهامهم، يعني فوق من خدمتهم تيديروا خدمه زايده. كنشوفوا يعني لا خصوصا حتى قائد المنطقه والذي التحق جديدا بجماعه مرس الخير، يعني كيقوم بواحد المجهودات جباره. رجال الدرك الملكي كذلك يقوموا بواحد المجهودات جباره، اعوان السلطه كذلك، في حين رئيس الجماعه في سبات عميق، رئيس الجماعه غائب. فجاه غيقرر انه يدير جلسه مغلقه. طبعا كما قلنا هذا حق مشروع ليه، بغيتي تدخل تفضل. هذا حق مشروع انه يغلق الجلسه، ولكن ماذا يقع داخل هذه الجلسة؟ علاش الرئيس قرر في نظركم أنه، علاش الرئيس بغى علاش الرئيس فجأة؟ شكرا أخ سمير على إعطاء الكلمة. أنا كمراسل صحفي جينا لهنا اليوم الجماعة ديال مرس الخير، كنتفاجئوا على أن الرئيس كيسد القاعة، يعني أول مرة في التراب ديال جماعة ديال عمالة خيرات شمارة كنشوفوا رئيس كيسدها في وجه الصحفيين وفي وجه العموم. نعم. يعني هذا نقاش ديال الميزانيه، نورمالمون كيخص جميع المواطنين انهم يكونوا بدرايه من حقهم يعرفوا شنو ماذا يقع. خصوصا انه نقاش ديال الميزانيه. هنا احنا كصحافه كنجيو كنبغيو ننوروا الراي العام شنو كيوقع في جميع القاعات، يعني جميع الجلسات اللي دزنا عليهم كلهم فتحوها في وجهنا الا رئيس ديال مرس الخير على سده في وجه سميتو، هذا كيبقى يعني علامه استفهام. عين الكرش والعجينه على ما اعتقد. لا الباب ما كيتحلش اليوم. الباب ما تيتحلش. ماذا يقع؟ احنا كاميرا شوف تي في تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره، احنا على الهواء مباشره. قلت لكم ان جماعه مرس الخير ستخبط في مشاكل كثيره وكثيره وكثيره وكثيره، لا يعقل وليس من المعقول ومن المنطقي ان نحن مقبلين على تنظيم تظاهرات رياضيه عالميه اشهر قليله تفصلنا على سنه 2025 ومقبلين على تنظيم كاس افريقيا للامم وغادي ندخلوا لواحد الجماعه، وهذا الشيء راه تقاتلوا الكاميرا شوف تي في بالصوت والصوره عبر بث مباشر. غادي نلقاو الازبال عامره المدينة بالأزبال، غياب للحاويات، عمال النظافة ما كيستلموش الرواتب ديالهم، وناهيكم عن الملك العمومي وأمور عديدة. كيف قلت لكم بأن راه رجال الدرك الملكي ولا لا أعوان السلطة ولا السيد القائد راه كيديروا واحد الخدمة اللي هي أصلا خدمة رئيس الجماعة ماشي خدمتهم، فمشكورين. الشيء الجميل الذي نحمد الله عليه في جماعة مرس الخير أنه ما كاينينش الجرائم، هذا إن دل يدل على حنكة رجال الدرك الملكي وأعوان السلطة. إنما غادي نجيو نتكلموا في الشق ديال رئيس الجماعة، فهو في سبات عميق غائب. رئيس جماعة يغلق الابواب في وجه العموم، ما نتكلمش على الاعلام، في وجه العامه
عند مناقشة الميزانية الناس راه من حقهم يعرفوا ماذا يقع، الناس باغين يعرفوا اشنو كيوقع عند مناقشة الميزانية. حنا باقيين واقفين تيخرجوا نشوفوا شنو كاين. كيف قلت لكم مشاهدينا الكرام ان جماعه مارس الخير الباب عندهم ما كيتحلش، ان جماعه مارس الخير تعاني من مشاكل عديده وعديده وعديده. مشاهدينا الكرام كتقول لك ما تصوريناش وحنا واقفين عند الباب، سعاده المستشاره ولا ما عرفتش عضوه ولا شنو كدير. هذه دوره والاعلام يقوم بواجبه المهني. اللي ما بغيش يتصور ما يجيش للدوره ياك. ما عرفتش انا ما ماذا يقع، انما حنا واقفين كنديروا خدمتنا. حنا ما شديناش الكاميرا ودخلنا كنصوروا الناس في قلب بيوتهم او اخترقنا خصوصياتهم. نحن في مجلس جماعه، وهذه جماعه تابعه للدوله، وهذا نقاش حول الميزانيه. خليكم معنا. تحيدش الكاميرا. لا ما داخلينش كنصوروا عباد الله فين. في نظرك علاش ما بغاوش؟ علاش ما علاش الرئيس فجأة ما توصلتوش بشي بلاغ؟ لا ما كاينش شي بلاغ، وحنا كصحفيين يعني ما وصلتنا حتى شي حاجة. زائد كما بغيت نقول لك اختي، هنا كاين واحد من المواطنين كيكتب لي هنا واش المستشارين صوتوا على إخلاء القاعة؟ إلا ما صوتوش طلب من الكاتب العام أو الباشي يتدخل. فلهذا حنا يعني ما عطاوناش هاد الحق هذا على أننا نطلبوا من الباشا ولا من الكاتب العام على أنه ما علمكم حتى حد. ما علمنا حتى شي واحد، يعني كنشوفوا حنا ملي خرجوا بعض المستشارين قال لك لا حنا ما يعني ما صوتناش على أنكم تكونوا صوتيها. يعني هذا القرار يعني ربما تخاذ من عند الرئيس وحديته. يعني حنا كنتمنى في نظرك، خليني نسولك سؤال ولن ننطر الورود على أحد. بدون لغة الخشب كما كيقول الصحفي القدير الأستاذ الرمضاني، علاش في نظرك الرئيس فجأة قرر؟ أنا شيء يدل عن شيء أكثر، كيدل على أن شيء حاجة ماشي هي هذيك، يعني ماشي في محلها. علاش ربما داروا هذه الجلسة مغلقة؟ لربما باش يناقشوا ذاك الشيء بأريحية، باش ربما الله أعلم. يعني التصور ديال أي مواطن، يعني غنهضر كمواطن عادي. فوالا تكلم لي كمواطن. يعني كنتصور في راسي ان الجلسه مغلقه وهي كتناقش يعني جلسه ديال نقاش ميزانيه. نعم. فهذا كنقولوا ان كاين شي حاجه اللي ماشي في كرشهم العجينه. في كرشهم العجينه بهذا المعنى هذا، يعني بهذا المعنى هذا. قاص حسن قدام فعلا، يعني راه بنادم ما كايناش غادي نغطيو الشمس بالغربه. الا شي حاجه ماشي نورمال تما كاينه، اذا راه جلسه ديال الجلسه باش يناقشوا ذاك الشيء. سي صمادي، وكيف ما كانش ماذا يقع؟ وكنشوفوا رشيد ديال القاعه علاش ما كاينش الصحافه؟ وشوف قال لك ضيق القاعة وهي القاعة خالية، يعني ضيق القاعة أحد الأعضاء. أش أخويا كون قلت لنا قدام الكاميرا كيف ما كنشوفوا أختي سميرة، يعني ارتسامات ديال بعض المستشارين كتخرج بها. فوالا كما قال الأخ، واش القاعة ضيقة غير اليوم؟ ها يعني عندها تساؤل، يعني ما يمكنش القاعة غتكون ضيقة اليوم على الصحافة ولا على المواطنين، يعني راه خصها تكون دائما. خليو الصحافة، نتكلموا حنا على المواطنين. على المواطنين يعني كيف ما كنشوفوا، يعني لا إلا شفتوا سميتوا القاعة راه خالية من الجوانب ديالها، يعني هذا مجرد كلام، يعني ما عنده حتى شي معنى. وكنشوفوا المستشارين لأنهم كاين بعض المستشارين كتخرج ارتسامات ديال القلق في الوجه ديالهم. إذا كاين شي حاجة اللي ماشي نورمال أختي سميرة بهذا المعنى. إذا ماذا يقع؟ نعم صدقا ماذا يقع داخل القاعة؟ الناس من حقها تعرف، وهذا حق مشروع لكل المواطنين أنهم يعرفوا ماذا يقع داخل القاعة. دوز أخويا دوز. حقنا نعرفوا ماذا يقع داخل القاعة. مناقشة الميزانية المتعارف عليه والأعرف أن الجلسة كتكون جلسة عامة لا تغلق في وجه المواطنين ولا في وجه. اذا قال لك القاعه عامره والقاعه راه خاويه بصراحه. قاعه خاويه، نعم قاعه فارغه كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام. رئيس قرر فجاه انه يغلق الجلسه ويديرها مغلقه. واش هذا الغلق تم بالتصويت ديال الاعضاء؟ الاعضاء تيخرجوا تيقول لك القاعه خاويه. كاميرا شوف تي في واقفه هنا، تيخرجوا ونشوفوا ماذا يقع في دورة مجلس جماعة مارا لمناقشة الميزانية. نعاود نرجع نقول لكم بأن جماعة مارس الخير
عملت صخيرة تمارا فيها 10 جماعات، جماعة عين عودة، جماعة أم مازة، أم عزة، جماعة تمارا، جماعة عين عتيق، جماعة الصخيرات، جماعة الصباح، ذكرني زميلي، جماعة مرس الخير، جماعة سيدي يحيى الغرب، أعتقد تم، جماعة المنزل، وجماعة هرهورة، 10 جماعات في عمالة صخيرة تمارا، ولا دورة تقام في هذه الجماعات تم فيها جلسة غير مفتوحة للعموم، ما عدا جماعة مرس الخير، لأسباب حتى الناس على برا جالسين يجهلونها تماما. فعلا ماذا يقع؟ شنو واقع؟ الناس باغا تعرف، خصوصا انه قلت لكم انه تمسنا فيها مشاكل كثيره، تمس عذرا مرس فيها مشاكل كثيره، راه لا يعقل يكفي فقط دخلوا لقناه الشعب شوف تي في لايف وغادي تشوفوا البث اللي قمنا به، كان البث مباشر، شفتوا انه لا يعقل قرب القياده اللي هي المقاطعه كان واحد تراكم ديال الازبال بشكل فظيع، مظاهر بائسة، جماعة تفتقر لأبسط حاجة اللي هي مثلا ملاعب القرب، منتزهات ترفيهية، أشواق نايضة نايضة نايضة، أجي شواقع، قلنا شواقع، ألا سدوها نايضة على الميزانية، نايضة نايضة على الميزانية. شو أنا سدينا الناس؟ والله يا أختي علم الله كي دايرة بيا أختي الله يحفظك أختي. والله يا أختي. أجي أجي. علاش سدينا الناس؟ دخل أستاذ دخل مرحبا. قال لك القاعة عامرة والقاعة خاوية واش كتكذبوا على عباد الله؟ علاش هاد الناس سدوا القاعة؟ علاش ويلا انا ما زيد باقي ما شفتش داروا جلسه غير مفتوحه مغلقه ويلا علم علم الله اختي انت كمواطن انا المواطن كنشوف هادشي خاص يكون كيكون على المباشر قدام المواطنين خاص يشوف راه انا يضل داخل خاصنا نعرفوا شنو كاين خاصنا نعرفوا هادشي شنو كاين انا غنسمع ونقول لكم سمع سمع شنو يا خويا اخويا شيخ سمع شنو كاين إذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار، إذا ظهر المعنى ما غنبقاوش نكرروا في الكلام، ما كيسد وما كيتخبى غير اللي في كرشو العجينة، الناس راه من حقهم يعرفوا اش كيوقع، هي القيامة الحرب نايضة لداخل عندهم، أنا كنسمع غير المخير فيهم، غنقول لكم بأمانة اللي كنسمع غنقولها لكم، لومبيلونس اللي كانت، تخيلوا دابا جماعة مقاتلين على سيارات إسعاف زيد كيقولوا شكون اللي ما كاينش الشفرة زيد قناة الشعب خصني نوصل للناس الحقيقة كما هي تخيلوا معايا مشاهدينا الكرام راه نايضة منوضينا بيناتهم تخيلوا معايا مشاهدينا الكرام أنه قرب القيادة تراكم ديال الأزبال بشكل فظيع جدا والازبال ملي كتبقى نهار على خويا يعني كتدوز واحد الفتره ديال 3 ايام كتبدا تعطي واحد الرائحه كريهه رائحه كريهه الرئيس خصو يكون عنده يمتطي سهوه جواده ويتجرا ويخرج يجاوب على اسئله المواطنين ويجاوب الناس علاش هاد الجماعه وقع في هاد المشاكل كلها علاش المحكمه هذا ليس تجسس ولكن حنا عارفين علاش سطو تبارك شي الناس اللي كتهضر بالاداب كتقبلها منه يعني ماشي بحال واحد كيدخل تيزدح الباب ولكن انا هنا
تنقول لكم شنو واقع، ما غنمشيش من هنا كضحكوا. ضحك، انا بغيتك تبقى ضحك دنيا واخرى، قول امين. والله ما نزقلوك بالله. شوفوا مدى حدية النقاش، المصطلحات التي تناقش داخل الدورة ديال النقاش حول الميزانية، والله ما نزقلو. اعتقد انه كيهددوا شي حد باش يخرجوه وهو كيستنجد بسعادة القائد. اعتقد ان هذا الرئيس يفتقر الى ابجديات الادب صدقا. لا نخشى في قول الحق لو مات اي شخص، ومستعد نقولها له فوجو. راه لي من قله الادب انك تقب. السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش النقاش غادي يكون جلسه مغلقه. انسان علاش خايف؟ مناش خايف؟ علاش الانسان ما عندوش المواجهه يواجه ويناقش؟ نعم تفضل اسيدي. بقى نايضة، هي بقى نايضة. وكاميرا شوف تي في مازال معكم على الهواء مباشرة بعدما تم منع مجموعة من الزملاء من تأدية واجبهم المهني. كذلك أغلقت الجلسة في وجه المواطنين أثناء نقاش الميزانية والمناقشة حول الميزانية. نشوفوا أشنو واقع. وكيف ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام أنه أعتقد أن الأمر احتد نوعا ما. عرفنا شنو واقع شنو كاين. ف كيف ما قلت لكم ان جماعه مرس الخير فيها مشاكل عديده وعديده وعديده وعديده. مالك الشري انت؟ لا لا انت ما عليك والو. طبعا تحيه لاجي. والله الا نقول لك شكرا امام الكاميرا. تبارك الله على هذا الموظف مسكين، من اقدم الموظفين في الجماعه مسكين. دخلينو مخرجينو، ايوا تيدير خدمته، ولكن رأفة بالناس الدراوش، رأفة بالناس الدراوش. كيف ما كتلاحظوا معنا الوضع احتد مشاهدينا الكرام. ما عرفتش كاين واحد الصراع برا هذا يقع. ما عرفناش شكون اللي مضارب. دخل شي حتى القليف راني انا. لا والمصداقيه اذا انت اذا ويحسب لي واش حيت ما يمكنش لاش يحط القليف. الله يحفظك السي شاكر. هذه امانه. نعم امانه على اكتافنا انه خصنا نوصلوا صوت المواطن وقناه الشعب هي صوت لمن لا صوت له. قولي لي على السدين. مغلقة. ياكي مسكينة هي ما عرفاش. قالت لك جلسة مغلقة. أعتقد أنها موظفة الجماعة أو عضوة. حنا كاميرا شوف تي في باقا واقفة حتى نعرفوا علاش الجلسة مغلقة. خليكم معنا. لأنه لا يعقل. إذا كيف ما قلنا لكم مشاهدينا الكرام أنه جلسة مغلقة وجماعة مرس الخير تعاني من النظافة، النقل، المرافق الحيوية،
يعني لكم ان تتخيلوا متنفس للعائلات ولا الاطفال ما كاينش، ما كاينش في جماعه مرسى الخير، ما كاينش مرافق، ملاعب القرب كاينش، ملعب القرب انا الاخوان ما كاينش، جماعه ما فيهاش ملاعب قرب، ما فيهاش مرافق ترفيهيه فين يخرج الوليدات يكون واحد متنفس للاسر وللاطفال. الجماعه تعاني من قله النظافه، امور عديده وعديده كارثيه. وحنا في 2024 مقبلين على تنظيم تظاهرات رياضيه عالميه، ماشي تظاهرات رياضيه ديناتنا عيدنا ما يدي غيرنا كما تنقولوا ما يسمعنا حد، مسافه تخيلوا جماعه قرب مدينه الرباط بالقرب من المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله. كيف يعقل انه السنه المقبله غنظموا كاس افريقيا للامم ولا ضربتوا دويره في جماعه مرسى الخير؟ ما غاديش النقل منعدم، غادي تلقاو واحد الكميه ديال الازبال رهيبه جدا، تلقاو واحد الكميه ديال الازبال رهيبه جدا 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 جدا. المرافق العموميه ما كايناش، المنتزهات اللي يلعبوا فيها الوليدات ما كاينينش، وهذا الرئيس ديال الجماعه اش كيدير؟ بغينا هذا الرئيس يجاوبنا على هذه الاسئله هذه، ما كرهناش هذا الرئيس انه يجاوبنا على هذه الاسئله كامله ونعرفوا شنو واقع. راه كيف قلت لكم ما يمكنش حنا في 2024 ومقبلين على 2025 على تنظيم تظاهرات رياضيه عالميه وجماعه بسيطه، جماعه ناس الله يعمر لهم الدار، ناس هاد الجماعه ناس دراويش بسطاء الله يعمر لهم الدار، كيتيقوا في واحد الشخص وداك الشخص يكون اهل للثقه. نقولها بكل صراحه ولا نخشى احد، راه قلنا لكم بان قناه الشعبيه صوت لمن لا صوت له. الامر شويه مهدن دابا، هاني خذ راسك تشوفوا مازال شنو واقع. اعتقد انها انتهت الدوره، انتهت مناقشه، عندك الخيط مناقشه المجلس انتهت. الناس من حقها تعرف ماذا كان يقع. قرب عندي يا استاذ شنو وقع في دوره اليوم. غادي نشوفوا السيد الرئيس، اجي معايا علاش سديتو؟ شنو واقع؟ ماشي حنا اللي سدينا، الرئيس اللي سدنا. اذا علاش قالوا المعارضه؟ حنا معارضه رفضنا اغلاق الجلسه، مشحنا للعموم باش يعرفوا المال. للعلم انهم قالوا انتم اللي صوتوا على ماشي حنا، كاين الناس اللي صوتوا، الاغلبيه اللي صوتت مع الرئيس انها تغلق، اما حنايا صوتنا ضد الاغلاق ديالها. دوز على الصحافه والاعلام باش يعرفوا الفلوس. هذا المال العام خاصهم يعرفوا فين كاين، ما لم اننا رفضنا هذه الميزانيه هذه لان فيها تسيب. شنو وقع لداخل؟ سمعت شنو؟ كارثه. شنو وقع؟ كارثه بكل المقاييس. بغينا نعرفوا هذه الكارثه. الناس سدينا الدوره، الرئيس والاغلبيه ديالو هي اللي سدها الدوره، والرئيس من اليوم علاش كرفتهم العجينه ولا لا؟ طبيعي كاع فكرشهم العجينه، نورمال. شنو كاين هذا الشيء؟ علاش سدوها العموم؟ جابوا الميزانيه وسدوها؟ علاش سدوها؟ سؤال منطقي. علاش سدوها؟ هذا السؤال تطرح للسيد الرئيس والاغلبيه ديالو، علاش تسدش الدورة؟ خليهم يقولوا للعموم. هناك بعض المنابر الإعلامية تتغلط الرأي العام تقول لهم تجابوا هذه الدورة وسدوها. لا شريف قول شكون اللي سدها. نعم هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا وحنا على الهواء مباشرة. مجموعة ديال الناس حنا عبد الكريم مازي ديال أوفطير ورفقة مجموعة ديال الأعضاء كذلك مجموعة أعضوات صوتوا ضد الإغلاق. علاش تسدت؟ السؤال اللي مطروح دابا علاش تسدت؟ أنا بغيت نقول لك واحد الكلمة، واش هي اللي يعقل حنا في 2024 وجماعة صغيرة ماشي جماعة كبيرة باقا تغوص في الأزبال وفي انعدام مرافق؟ شتي الحالة كي دايرة؟ نعم شتي الحالة دزتو مؤخرا في الزبل شفتوها كي دايرة؟ نعم كلشي مرون في هذه الجماعة. ها هو الرئيس يعطيكم التصريح اللي كان السي الرئيس؟ لكن اش يقول لنا الكلمة السي الرئيس؟ اش يقول لنا على السي الرئيس؟ علاش شمعات الجلسه؟ نعم الميزانيه باش تعرفوها. اجي نشوفوا الرئيس. ما يعادل 100 مليون. اجي نشوفوا الرئيس. اجي معايا.
حنا ماشي ضد النشاط الثقافي ولا بالعكس فرحات عمي ندعموا الجمعيات ماشي نديروا ماشي قبل ما يمشي اجي 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 مصطفى مصطفى كي راه العاده الحفلات شوما حنا عندنا العاده الرئيس رفض انه يرد على اسمح لي الحاج الله يخليك شكرا بارك الله فيك الرئيس فر هاربا وهذا هذه 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 الحقيقه الرئيس فر هاربا رفض انه يعطي تصريح او انه يجاوب غادي نمشي نشوفوا الرئيس علاش غلق هذه الجلسه ان كان يملك الجراه انه يجاوب او يرد اجي 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 اذا نشوفوا الرئيس علاش هما ديما كيتشكاو من القاعه هما ديما كيتشكاو من القاعه والتيخ ديالها وهادشي كامل وكاين اللي كيدخل تما كيبغي غير باش يدير شويه ديال البوز وشويه ديال السينما وحنا باغيين ندخلوا ندرسوا الرئيس كل المشاكل ديال الناس بواحد العقلانيه وبغينا الميزانيه تخرج بواحد العقلانيه ومني كيحضروا الصحافه بالاسف لانه ملي كيحضروا الصحافه ماشي الغرض ديالهم ديال الصحفيين وان كاين شي بعض شي مستشارين الله يهديهم ملي كيحضروا الصحافه كيبغيو يديروا الباس كيبغيو يديروا السياسه تما في البلاصه اللي ماشي بلاصه سي الرئيس واش 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 المستشارين اللي بقاو على خاطرهم المواطنين يتحرموا من انهم يعرفوا شنو واقع بكل صراحه باش يعرفوا شنو واقع انا كنقول بانه كانت هو تغلق الجلسه من حقك هذا حق مشروع داز الدوره في واحد المسؤول وراح المسؤوليه كاينه هو هذا كيف قلت الاخوان دابا بانه ملي كتكون الصحافه بالاسف للاسف ان الصحافه هي مرحب بها ومرحبا بها تنور الراي العام وتنور الساكنه الناس ديال المرس ولا الناس الساكنه الاقليم كاملين ولكن بالاسف ان كاين شي وحده كيستغلوا ذاك الدور ديال الصحافه وكيديروا السياسه اكثر من الدور ديال يعني الامر كيولي فيه السياسه الامر كيولي فيه السياسه اكثر مما هو مصالح ديال الساكنه وانا انا اقترحت بانه ارتئيس بانه خاص نديرها مغلقه باش ندرسوا المشاكل ديال باش ندرسوا الميزانيه على واحد الاريحيه والناس والتدخلات ديالهم كانت في محلها وكانت اليوم كانت الجلسه ما فيها لا مشاكل لا غوات لا صداع لا والو كان شويه ديال النقاش اللي هو محمود اللي هو مقبول الوغ ملي كيدخلوا الصحافه كيتزاد فيهم واحد هذا كيبداو بنادم المهم لا اله الا الله انتم راكم عارفين اكثر تشهد لك على العمل ديالك وعلى الانجازات كاين بعض الناس اللي هما كيحاولوا باش يوشوك على العمل ديالك شنو تبغي تقول لهم؟ غنقول لهم لا اله الا الله انا قلت لك بان السياسه ماشي بلاصه هي قاعه الاجتماعات وهي الدورات السياسه بلاصه الانسان من يوصل للانتخابات بلاصه في وقتها اولا وفي الساحه في الميدان ماشي في قاعه الانتخابات في قاعه الدورات وفي الجلسات العام الجلسات اللي هي رسميه واللي هي والجلسات اللي خصهم يجيو ويدافعوا على الحقوق ديال الناس وديال المواطنين علاش طوسوا عليهم السي الرئيس الساكنه قله النظافه ومشكل كبير تراكم الازبال غياب الحاويات غياب مرافق وجماعه مرسخين جماعه صغيره جميله بطيبه ناس هذا ما في شك شكرا على هذه حقيقه شكرا على الراي ولكن انا نقول لك بان الازبال كاينه كثيره ولا شي حاجه هذا غير صحيح هو اللي كان هو ولكن هذا الشيء توثق الكاميرات لا هو اللي كان هو انه واحد يومين ما تخلصوش واحد يومين الاخوان كانوا دايرين اضراب للمشكل ديالهم داخلي ديال المؤسسه يعني المشكل تحل ديال المؤسسه تحل المشكل البارح شي يومين تيضر ليا يومين باش تحل المشكل وراكم عارفين الا تركبت الازبال يومين ما تهزاتش راه كيوقع شويه ديال الخلل في التسيير ديال العام ديال النظافه والحمد لله ملي تحل المشكله على الامور علاش هاد الشوشره دائما وكيتذكر فيها اسمك عبر صفحات عديده لا ماشي عديده للاسف تيتذكر اسمي كاين صفحات معينه مثلا كاين ولا كاين شي وحدين محسوبين السبب محسوبين وبغينا نعرفوا شنو السبب السؤال الجواب باين الاخ الناس بغات تعرف علاش انت مستهدف من هذه الصفحات لا ماشي من هذه الصفحات انا نتحدى اذا تجيب لي اكثر من صفحه ولا جوج اللي كيهضروا على مرسل الخير ولا على الرئيس بالخصوص ديال مرسل الخير بواحد الطريقه ماشي لائقه وبزائقه مش اتحدى يكون تجيب لي اكثر من صفحه ولا جوج والسبب معروف وكل شيء عارفه اشكالات خلى الرئيس السابق نعم سيدي اشكالات خلى الرئيس السابق مالو اشكاليه اللي خلى الرئيس السابق
كاين تراكمات، كاين تراكمات. اشكاليات، اشكاليات دار السيد دار اللي عليه، حتى هو على حسب الامكانيات ديالو، على حسب الظروف اللي كان تيشتغل فيها، دار اللي عليه. وحنا دابا ك كرئيس اللي هو اللي جا من بعده، نقول لك شي رئيس اللي عاجي ترى ديجا دار ثلاث سنين هذه، احنا كنحاولوا الا كانت شي تراكمات نحاولوا نحلوها، كنحاولوا نرضيو الساكن على قد الاستطاعه، على قد الجهه ديالنا، راه حنا كنديروا المستحيل باش نكون عند حسن الظن الساكن تزوج علينا، ونكون عند حسن السلطه حتى هي اللي واقفه جنبنا نهار كل يوميا، واللي حنا تنشتغلوا جنب جنب يد في يد كيف تيقولوا. نعم. مقبلين على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية، والسنة المقبلة مقبلين على تنظيم كأس إفريقيا للأمم، ومرس الخير بحكم موقعها الاستراتيجي القريب من مدينة العاصمة ومن المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، مستجدات أو الجديد في سمسنا، في سمسنا عذرا في مرس الخير. مستجدات من ناحية مستجدات من ناحية ملاعب القرب، كل متطلبات الساكنة. نعم، من ناحيه ملاعب القرب حنا راه كان واحد المشروع اللي مشكور عليه السيد الوالي اللي وقف عليه شخصيا، بانه غادي يكون واحد ملاعب القرب هنا في المنطقه عندنا. وقعوا بعض شي عراقيل على الارض، على لان الارض ديال تابعه للدومين كيف تعرفوا. حنا مازالين تنحاولوا نحلوا هذا الاشكال هذا، وتيظهر لي في القريب ان شاء الله غادي يكونوا غادي يضافوا ملاعب قرب في جامعة مرس الخير، باش يعزوا البنية التحتية من الناحية الرياضية ديال الجامعة. والساكنة راه حنا تنحاولوا ما امكن حتى حنا باش نوفروا لهم، الاخص للشباب، عارف المغرب كله في مجموعة كبيرة ديال الشباب، غادي نحاولوا ما امكن نوفروا لهم باش تم يرفعوا على نفسهم ملاعب القرب، مناطق الضرائر. حنا كنحاولوا ما امكن، واخا انه كان ندره د المياه، حنا كنحاولوا نحافظوا على شويه ديال المساحات الخضراء. نعم. وباش لاداء الساكنه اللي سلطت علينا ولاداء الجميع، وشكرا لكم. وهو الرئيس ظريف عمر لي باركيجوم. اذا كنا معكم مباشره على الهواء، خدينا الكلمه ديال السيد بنيس رئيس جماعه مرس الكاميرا، السيد رئيس جماعة مرس الخير. الدورة من بعد ما كانت مغلقة، الدورة الآن مفتوحة، أو الدورات المقبلة غادي تكون مفتوحة. النقاش كان حول الميزانية، مشاهدي قناة شوف تيفي الكرام. كان عندي غرض من أنني نسول الرئيس علاش دائما مستهدف من بعض الصفحات، فرد وقال بأنه فقط من صفحة أو صفحتين. كيف قلت، ونحن لا ننكر الورود ان جماعه مرس الخير هي واحد الجماعه بسيطه، جماعه قرويه على قد الحال. حبذا ان نشوفوا هذه الجماعه هي نشوفوا فيها مرافق عموميه، نشوفوا فيها كذلك منتزهات لتكون متنفس للاسر وللعائلات وما الى ذلك. كنت معكم مباشره من مرس الخير، مع السلامه.